شموس دقيقة نتاعك باش تبدا توتسويت. دقيقتي انا باش نحكي على لي فيديو كليب تاع المطربين التوانسة. نحب نقول مبروك لزازا الحلوة على كليبها جديد، شفت منه ما شفتوش بقول لك ستري بركة شفت منه. ان شاء الله كي تجي بحذانا في ليميسيون، احنا باش نعملو شاك سامدي، باش يجي معنا شاك سامدي معنا انفيتي فنان من زملائي يعني المغنيين. ونحب نقول للمطربين الكل افرحوا بعضكم وما يسالش كل واحد يبارتاجي فيديو كليب زميله في الباج نتاعو في كما كان يحكي بعلوش، نحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا. ابريتو مالينا كان بعضنا المغنين ويكذب عليك. فما غيره وحسد بيناتكم ولا؟ بصفه غريبه، معناها ثم بصفه غريبه اللي يخدم طالبين العباد ثم القسم بيد ربي سبحانه. هو قبليك شيخ تحيفه اش قال نستناو بيد الشاهد ولا بيد تكون جينا خلاص في تونس بيد ربي سبحانه. ربي حتى حد ربي سبحانه يعمل شكون يخلصنا من الهم والمزيره اللي احنا فيها. وسير بكلهم يتفرجوا فينا يقولوا شنو يشطحوا ويغنيوا وعاملين جو. فالوقت نقول لا بس كما اي فازي كمل. نحب نقول كلمه الاهالينا في الجنوب ومعناها والبلاد، صحيح البلاد شاعله شويه، اما احنا رانا انا نخدم مغني نغني، جيت لميسيون نخدم باش نكون كرونيكور، خدمتي باش نعمل جو ونغني. معناها كل واحد ماذا بينا يتلا في خدمته كيما امين، معناها ما شاء الله عليه انيماتور، بعلوش يعمل المسرح، عزيزه تعمل المسرح، شيخ تحيفه، معناها كل واحد يتلا في خدمته. مريم تعمل حواجبها. ميرسي بوكو. فوالا برافو.